لا نزال في سورة مريم التي ابتدأها الله بالحديث عن هذا الإنسان الذي كفل مريم ورعاها ورباها وأنشأها وأنبتها نباتا حسنا حتى أصبحت في مستوى الطهر وفي مستوى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما حدثنا الله عن هذا الإنسان الذي ورث ما ورثه من شؤون الرسالة أنه كان موضعاً لكرامة الله وموضعاً لرحمة الله، حيث استجاب الله له دعاءه ورزقه ولداً في ظروف لا يمكن فيها له أن ينجب ولداً ولا يمكن فيها لزوجته أن تنجب ولداً، ولكن الله قال له على لسان ملائكته: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولهذا فقد عاشت مريم عليها السلام في الجو الذي كان يتحرك في أجواء المعجزة، فنحن نلاحظ أنها عاشت مع زكريا الذي عاش لطف الله بما يشبه المعجزة، كما أنها عندما كانت تعيش مع زكريا كانت ترى المعجزة بشكل آخر، فقد كان ينزل عليها من حيث لا تعرف ولا ترى، ينزل عليها الطعام وهي في المحراب من الله سبحانه وتعالى، فيدخل عليها زكريا ويرى الطعام عندها كما لو كان ابن ساعته، فيقول لها: أنى لك هذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فقد عاشت مريم عليه السلام قريبة إلى هذا الجو، جو لطف الله ورحمته وكرامته، ولهذا فإنها لم تفاجأ مفاجأة كبيرة بما حدث لها، وإن كان قد فوجئت بطريقة معينة، لكن الجو لم يكن بعيداً عن أجوائها، ولولا أنها كانت تعيش هذا الجو الروحاني لكان من الممكن أن تصدمها المفاجأة وأن تصرعها المفاجأة، ولكن مع ذلك كانت المفاجأة خفيفة الوقع عليها ولم تكن شيئا فوق العادة عندها. ونحن اليوم مع الآيات التي تتحدث عن مريم عليها السلام عندما جاءها الملاك يبشرها بعيسى عليه السلام، وكيف حدث ذلك. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، يعني اعتزلت من أهلها مكانا في شرق بيتها، وكانت تعتزل لتتعبد ولتدعو ولتناجي. انتبذت يعني اعتزلت. واذكر في
كتاب مريم إذ انتبذت، يعني إذ اعتزلت من أهلها، من بيت أهلها مكانا شرقيا، إما في شرق الدار خارج الدار، أو في شرق الدار قريبا من الدار أو في داخله، فاتخذت من دونهم حجابا، يعني جعلت سترا بينها وبينهم لأي شأن من شؤونها، إما لما تريده من بعض أوضاعها التي تستلزم الستر، أو لتخلو بنفسها بعيداً عن أن تشغل نفسها بنظر ناظر أو بكلام متكلم. فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا، وإذا تفاجأ بشخص يعبر الله عنه بكلمة روحنا، طبعاً ليس المقصود من الروح هنا ما نتعارفه من معنى الروح، وهي هذه الطاقة التي تمثل عنصر الحياة. ليس معنى أن الله أرسل إليها جزءاً من روحه، كأن اقتطع قطعة من روحه وأرسله إليها، هذا لا معنى له. الله ليس مركباً حتى يقتطع شيئاً من روحه ويرسلها إليها، لكن كلمة الروح تطلق في القرآن على مخلوق عظيم من الملائكة. ولذا لاحظ في أكثر من آية الله يتحدث أنه عن الملائكة وعن الروح، مثلاً تنزل الملائكة والروح، كأن الروح هو شخص عظيم من الملائكة أو من شيء آخر ولكن مميز كأنه عنه. ويقال أن المراد به جبرائيل عليه السلام، أنه المقصود بهذا. وقد تحدث الله عن الروح، لعل أغلب ما ورد من كلمة الروح في القرآن يراد به هذا المخلوق العظيم الذي ربما يقول بعض المفسرين إن المراد به جبريل. فهذا الله أرسل إليها إما جبرائيل أو شخص آخر يسمى الروح، وهو خلق لا نعرفه من خلق الله، لأن الله لا يحدثنا عن تفاصيله. فتمثل لها بشراً سوياً، يعني عندما نزل، نزل بصفة بشر، بشر كامل الخلق. ويذكر كثير من المفسرين أن الملائكة عندما كانوا ينزلون إلى الأنبياء بالوحي، فإنهم كانوا ينزلون في صورة بشر، وتعلل بعض الأحاديث ذلك بأن الناس لا يطيقون بحسب ما تتحمله قواهم الجسدية في الدنيا، لا يتحملون رؤية الجسم الملائكي، لأنه ربما يترك تأثيراً كبيراً عليه. ولهذا كان جبرائيل فيما تقول بعض الأحاديث ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفة شخص، مثلاً شخص اسمه دحية الكلبي، أنه كان ينزل بصفته، مثلاً ربما ينزل بصفة شخص آخر، فغالباً أنه ينزل بصفة. ولذا الله يقول أنه ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً، يعني لو فرضنا الله يقول بدنا ننزل ملائكة من السماء، ف
فبدنا نحولهم إلى بشر لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون، يعني بصفة البشر ويلبس لباس البشر. فلهذا الله عندما أرسل هذا المخلوق هذا الملاك أو أرسل الروح إلى مريم عليها السلام فأنزله بصفة البشر. وطبعا مريم كانت في خلوة، اتخذت حجابا من أهلها، كيف اقتحم عليها هذا الإنسان خلوتها وهي لا تعرفه؟ لأنه لا عهد لها به منذ رأت الرجال، لا عهد لها به. من أين جاء وكيف اقتحم خلوتها وهي العذراء الطاهرة وكأنها أحست بالخوف منه؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إني لا أعرفك وإني أخافك كما تخاف أي عذراء طاهرة إنسانا غريبا يقتحم عليها خلوتها في مكان ليس فيها أحد من أهلها، فإني لا أستطيع أن أدفعك عن نفسي ولكني أستجير بالله منك، فإن كنت تخاف الله وتتقي الله فإن عليك أن تنتهي وتذهب من حيث جئت. قالت إني أعوذ بالرحمة، أعوذ يعني أستجير، الإعاذة الاستجارة، استعاذة استجارة، أعوذ برب الناس يعني أستجير برب الناس، كلمة التعويذ الاستجارة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، أستجير بالرحمن إن كنت تقيا، إذا كنت ممن يخاف الله فإني أذكرك الله وأستجير بالله منك. قال إنما أنا رسول ربك، لست من هذا العالم ولست من هذا البشر، وإنما أنا مخلوق أرسلني الله إليك بمهمة لا عهد لأحد من البشر بها، فقد كان الله يرسل ملائكته ليوحي إلى رسله، ولكنه أرسلني إليك لأهب لك غلاما زكيا، لأعطيك غلاما زكيا. قالت وفوجئت أكثر وشعرت بالخوف أكثر، قالت أنى يكون لي غلام؟ إن مسألة أن يكون للمرأة غلام هو أن تكون المرأة إحدى اثنتين، إما أن تكون متزوجة ويكون لها علاقة شرعية بإنسان ما من خلال الزواج فيكون ثمرت هذه العلاقة الشرعية الولد، أو يكون لها علاقة غير شرعية فيكون الولد ثمرة هذه العلاقة غير الشرعية. وأنا فتاة عذراء ليست لي علاقة شرعية ولا غير شرعية بأي إنسان. قالت أنى يكون لي غلام؟ أنت تحدثني بشيء غير معقول. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني من خلال علاقة الزواج، ولم أكو بغيا حتى تكون هذه ثمرة العلاقة غير الشرعية. قال
لو كان الأمر طبيعياً لكان ما تقولينه صحيحاً ولكان استغرابك في محله، ولكن أنا رسول ربك. قال كذلك قال ربك. أنا في دخلي؟ ما دخلي بالمسألة؟ لقد أمرني الله، حملني رسالة وأنا أؤديها إليك، وكلفني مهمة وأنا أقوم بها، ما في مجال للنقاش. قال كذلك قال ربك. هو علي هين، ليس الأمر صعبا. لقد عشت مع زكريا ورأيت كيف أن الله خلقه، خلق أعطاه الولد حيث لا مجال للولد. والآن هناك طريقة أخرى أعظم وأكبر وأكثر إثارة للغرابة وأكثر تمثيلا للقدرة مما رأيت. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وهذا الغلام سهل، الله يهبك الغلام، كما أن الله يهب وهب الحياة لآدم ولم يكن له أب ولا أم، وكما أن الله أودع في النطفة سر الحياة ولولا إرادته لما حملت النطفة سر الحياة. من الذي جعل سر الحياة في هذه النطفة؟ ومن الذي جعل في النطفة خصائص الآباء والأجداد؟ إن قدرة الله فيما تعارف عليه الناس من التناسل تماما كقدرة الله في مثل هذا، ما في فرق. لكن هذا شيء مألوف وذاك الشيء مش مألوف، ولا شو الفرق؟ من الذي أعطى للماء سر الحياة؟ هو علي هين، الله قادر أن يخلق شيئا من لا شيء، مما ألفتم ومما لم تألف. وهذا الغلام له مهمة، ولنجعله رحمة آية للناس، يعني لنقدمه للناس آية من آيات الله تدل على قدرة الله، وأن الله الذي خلق الإنسان من أب وأم، وخلق الإنسان من دون أب ولا أم، قادر أن يخلق الإنسان من دون أب، ولنجعله آية للناس، يعني علامة وحجة على قدرة الله، ورحمة منا، ولنجعله رحمة منا للناس، لأن عيسى سيأتي الناس برسالة الله ويعلمهم أحكام الله ويقودهم إلى هدى الله، وتلك هي رحمة الله للناس عندما يعرفهم كيف يتحركون في طريق الهدى. ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، يعني المسألة ما فيها جدل، وإذا كان أمراً مقضياً إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، هذا أمره، وليس هناك جدل في تنفيذ أمره. ونفذ جبرائيل أمر الله بالطريقة التي أراد الله له. كيف ذلك؟ هناك آية أخرى تقول ونفخنا فيها من روحنا. النفخ طبعا مش بالطريقة المعروفة، النفخ هو مثل ونفخت فيه من روحي، بمعنى على أنه كناية عن إعطاء سر الحياة. كيف أن الله نفخ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين؟ النفخ من الروح هو كناية عن إعطاء سر الحياة للطين وللتراب. هنا أعطى الله مريم سر الحياة بـ
نفس الطريقة التي أعطى الله فيها التراب سر الحياة. ولذا عندما قال وكان أمرا مقضيا، يعني هذه إرادة الله وتحققت إرادة الله. ولذا بعدين سؤال فحملته، ما تبين التفاصيل. إرادة الله كيف؟ أمر يختص به الله لا يستطيع أن يعرفه الناس كيف حدث، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. يعني عندما شعرت بالحمل اعتزلت مكانا بعيدا عن أهلها. ثم طبعا كم كانت مدة الحمل؟ هل حملته في مدة الحمل؟ وكيف أمكن أن تغيب عن أهلها تلك المدة ولم تثر أي انتباه؟ أو أن الله اختصر لها مدة الحمل بشكل أنه لم يمض أيام إلا وحدثت الولادة؟ هذا مما لم تبينه الآية ولم يبينه القرآن بشكل أساسي، بس لأنه القرآن ما يهتم بالتفاصيل الدقيقة التي لا دخل لها في طبيعة إعطاء الدرس والعبرة والفكرة من القصة. يعني ما يتحدث بالتفاصيل، ما لها دخل. ولذا رأساً قال فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً، بعدين فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. يعني جاء بها المخاض، أحست بالطلق، وعندما أحست بالطلق وهي وحدها ذهبت إلى جذع النخلة لتستند عليها. وعند ذلك أحست بضعف الأنثى التي مهما كان إيمانها فإنها تشعر بصعوبة الموقف الذي تقبل عليه. كيف تواجه الناس؟ كيف تواجه أهلها؟ من يصدقها في دعواها أن هذا كان أمراً من الله ولم يكن انحرافاً؟ كيف يمكن ذلك؟ ولهذا قالت كلمة تعبر عن كل ما تحس به من ألم ومن حرج. كيف واحدنا لما يكون بموقف صعب ما يتحمل يقول يا ليتني مت قبل هذا الموقف لأني مش قادر أوقف أنا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً. يعني باعتبار حالة الحمل من قبيل قضية بعدها طويلة وما تحس بالحرج، وقت الآن هي ستحمل ولد، سيكون معها هذا الولد، لا تستطيع أن تلقيه في أي مكان، لا تستطيع أن تهرب منه لأنه سيكون معها، وهي معنية بأن تحمله وأن تربيه، لأن الله قال لنجعله آية للناس ورحمة منا. فإذن هي من قبيل واحد شاهد الجريمة معه يسير وهو لا يستطيع أن يهرب من شاهد الجريمة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، لا يعرفني أحد ولا يتذكرني أحد، وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، يقال جبرائيل كان أسفل منه ويقال عيسى، فناداها من تحتها، هي كانت في ربوة كأنه وكان أسفل منها، ألا تحزني أنت موضع للطف الله وآية له، فلماذا؟ إن الله الذي جعلك موضعاً لكرامته ومظهراً لقدرته
لا يمكن أن يتركك وحدك أمام كل هؤلاء الناس. ممكن ليش تخافي؟ وضعك غير طبيعي، هذه حالة غير عادية. فإذا كانت حالة غير عادية فإن الله سبحانه وتعالى سينقذك بطريقة غير عادية. أصلاً كوني مطمئنة تماماً، كل شيء مهيأ، ليس معك أحد تحتاجين إلى الماء لتشربي وتغسلي، تحتاجين إلى الأكل لتأكلي، مش مشكلة. لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. كان هناك نهر ماء قد انقطع، الله أجراه في ذلك الوقت، فتستطيعين أن تشربي من هذا الماء وأن تغسلي وتغتسلي من هذا الماء العذب. وهزي إليك بجذع النخلة، النخلة يابسة لأنها كانت في أيام الشتاء، والنخل لا يثمر في أيام الشتاء، لكن الله أعطاك. انظري إلى كرامة الله وإلى المعجزة أن النخلة عادت خضراء وأن الثمار تتدلى منها، وأنت لا تحتاجين إذا أردت أن تأكلي من هذا الثمر، لا تحتاجين إلى أن تتسلق النخلة، إن بإمكانك أن تهزي جذعها، فإنه مهما كان صلبا فإنه يلين لك ويساقط الثمر. وهزي إليك، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، تمرا طريا جنيا، فكلي من هذا التمر واشربي من هذا الماء وقري عينا بهذا الطفل، وبرحمة الله وبكرامته فإما ترين من البشر أحدا. إذا إجى أحد أنت تخافين أن يجد الطفل أمامك معك ويدخل معك في جدل، لا تدخلي معه في جدل، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني أشري هيك بالإشارة بالوما بالإيماء، قولي بطريقة الإشارة، قولي بطريقة الإيماء، إذا أراد أحد أن يدحل أنا نذر صوم، صوم الصمت، فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوم الصمت عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا، ما بقدر أحكي. وكان هذا متعارف عليه عندهم، أن الواحد بينذر أنه ما بيحكي ثلاثة أيام. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طبعا هذا الكلام أوجب اطمئنان مريم عندما شعرت برعاية الله لها وكرامة الله لها في كل الأشياء التفصيلية، يعني أن الموضوع مرتب بشكل دقيق جدا وما في هناك أي تعقيدات، وأن عليها أن تعرف أنها تسير بتدبير الله ورعايته، وإذا كان الله معها يدبر لها كل التفاصيل فما قيمة الناس. ولهذا أخذت قوة، شعرت به، وجاءت بموقف قوي تحمل ولدها، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، جئت شيئا عظيما، كيف أتيت بولد من غير أب؟ فنحن لم نعهد أنك تزوجت، فلا يمكن أن يكون هذا الولد ثمرة علاقة شرعية، إذن معنى ذلك الولد من غير زواج
يعني الخطيئة ويعني الزنا، وكيف تكون مريم الطاهرة العفيفة كيف تكون بمثابتها بهذه المثابة؟ يا أخت هارون، يقال أنه رجل صالح معروف بالعفة، ما في واحد بيقول عندنا، يعني بعض الناس بناهم أنه عندها خي اسمه هارون، وأنه مثل ما هي مريم بنت عمران هارون ابن عمران، لا، هارون ابن عمران في مسافة طويلة بين موسى وبين عيسى عليه السلام، لا، هذه يا أخت هارون مثل ما بيقولوا فلانة أخت الرجال، ما بيقولوا فلانة أخت الرجال، يعني مش معنى يعني هي بقوة رجل، يعني هو أخت الرجال في الشجاعة، نا يا أخت هارون يعني أنت أخت هارون في العفة، كان رجلا معروفا بعفته، يعني فلانة أنت، كنا نشبهك بهذا العبد الصالح هارون الذي كان مثلا أعلى في العفة، فماذا حدث لك؟ المعنى مثل يا أخت الرجال مثلا هكذا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، لمن طالعة أنت؟ واحد يطلع، واحد يطلع، إما لأبوها وإما لأمها، أبوك كان من الناس الصالحين الطيبين العفيفين، ما كان أبوك امرأ سوء، رجل سوء زانيا يعني، وما كانت أمك بغية، فأنت لمن طالعة؟ فأشارت إليه، ما تعقدت، لا بكت، لا صرخت، لا سقطت، ما ضعفت، لأن أخذت القوة هي من خلال إيمانها ورعاية الله لها، فبكل عظمة وبكل قوة هيك مدت إيدها أشارت إليه، احكوا معه بالوما، احكوا مع هذا، أو لزادت ثورتهم أكثر أن يحكوا معها، عم يتكلموا معها، وتقول لهم احكوا مع طفل ابن يوم أو يومين، كيف هيك يعني؟ معناه عم تضحك عليهم، شو صار بعقلها؟ صار فكرهم هالشيء يعني كأنه هكذا. فأشارت إليه احكوا معه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هذا بعده ما بيعرف يحكي، بعده مهد، كيف يمكن نحكي معه؟ ما هذا الكلام؟ هنا الله أنطقه كما أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قال إني عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا ليش ابتدأ بالأول إني عبد الله؟ لأنه من الطبيعي لشخص، لطفل في مثل وضعه، حمل به من غير أب، حملت به أمه من غير أب، ويتكلم وهو في المهد، من الطبيعي أن الناس إذا شاهدوه فإنهم يؤلهونه، كل شيء بهالمثابة من الإعجاز والعظمة، يقول مش معقول لبشر، البشر مش هيك، ما شفنا بشر ينخلق من غير أب، وما شفنا طفل يتكلم بالمهد، إذن هذا إله، وقد كانوا يؤلهون الناس بأقل من هذا، فكيف بهذا؟ لهذا هو أراد أن ينزع هالفكرة من نفوسهم، وليبين لهم أنه ليس معنى أن يكرم الله أحداً من عباده ببعض وسائل قدرته، ليس معنى ذلك أنه يكون إلهاً، بل هو مظهر لقدرة الله كما أن كل شيء مظهر لقدرته. ليش تستغربوا أن واحد طفل ينطق؟ قل لماذا لا تستغربوا أن يكون شخص كبير ينطق؟ اللسان شو فيه يعني؟ هلا لسان قطعة لحم، شو الفرق بين اللسان وبين أي قطعة لحم أخرى؟ ليش اللسان ينطق؟ الإيد ما بتنطق، ليس إلا الله أودع سر النطق في اللسان ولم يودع سر النطق في اليد، ولا شو الفرق بين هذا؟ قطعة لحم مثل بقية قطع اللحم الأخرى، فإذا النطق هو من قدرة الله، مثل ما الله ينطق لسان الكبير يمكن أن ينطق لسان الصغير،
العجب لما يتصور قدرة الله وأن كل شيء بقدرة الله غاية الأمر، هذا مألوف إلنا وذاك مش مألوف إلنا، وإلا في قدرة الله ما في شيء مستحيل. ولهذا أنا مرارا كنت أنبه كثير من الإخوان أنه بعض الشيء يجي واحد يقول مش معقول هالشيء، أنه كيف واحد يكون تراب وعظام ويصير حي، مش معقول هالشيء. كيف مثلا واحد مثلا يوم الآخرة، كيف الجنة كيف النار، مش معقول. يقول لا، في فرق بين كلمة مش معقول وكلمة مش مألوف. مش معقول ليش مش معقول؟ الله الذي خلقك من غير شيء يمكن يعيدك الحياة، معقول هالشيء. لكن في فرق بين تقول مش معقول وشيء لا مش مارق على على عيوننا، صحيح ما شفنا هالشيء، ما سمعنا بهذا، صحيح ما سمعنا ولا شفنا، لكن مش معناه لما الشيء ما بنسمع فيه ولا نشوفه معناه مش معقول. لا، يمكن أن تكون أشياء ما شفناها ولا سمعنا بيها وتحصل، ممكن هذا أو ممكن. قديش أشياء ما كان شايفه أهلنا وشفناها إحنا، هذا المعنى. فإذن أراد عيسى من البداية أن يبين لهم أنه ليس، لا تتصوروا أن في شيئا من الألوهية وأن في شيئا سرا من الألوهية، بل أنا عبد الله، خلقني الله بطريقة فيها أساس قدرته كما خلق الأشياء بقدرته. قال إني عبد الله، ثم أراد أن يبين لهم مستقبله، فتحدث عن المستقبل بلغة الحاضر والماضي، لأن الله لم يبعثه إلا بعد ذلك. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فبين لهم أنه رسول الله وأنه عبد الله وليس إلها كما يزعم الناس بعده في ذلك، كما يقول ربنا أي يسوع أنه تجسد، كما يقول النصارى في هذه الأيام أن الله تجسد في يسوع حتى يتحمل آلام البشر، حتى يحس بآلام البشر ويعيش الآلام وبيكفر عن خطايا البشر. لشو بيكفر؟ الله سبحانه وتعالى هو عارف آلام البشر وعارف كل شيء، ثم كيف المطلق هيك يصير بالمحدود، ثم كيف على أنه ليش الله، الله هو بيعفي عن البشر يكفر عن خطاياهم، ليش هو يكفر بنفسه أن يصلب وأن يقتل وأن يدفن وبتكون قيامته، ليش هاللبكة كلها، لشو ليش ما إله تفسير. ولذا هني لما يجوا يقولوا هذا كيف نتعقل، يقول لا، الإيمان فوق العقل، إذا كان شيء فوق عقلي كيف بدي أؤمن فيه؟ كيف يعني؟ العقل هو أساس الإدراك، العقل هو أساس الإيمان. أنا المبدأ بدي يكون عقلي، صحيح التفاصيل أحتاج أشوفها، لكن المبدأ لابد أن يدركه العقل، ما بيصير. ولهذا كما قلنا أنه عيسى قدم نفسه حتى لا يضل الناس به، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. أنا أتحرك في الحياة كالشمس تطلع على البر والفاجر، كالنهر يتدفق في كل مكان، لهذا فأنا مبارك، يعني جعلني نفاعا للناس، أنفع الناس في كل ما أقوله وفي كل ما أفعله، جعلني مباركا أينما كنت في أي مكان حللت فيه، وأوصاني بالصلاة التي تربطني به لأنها معراج روح المؤمن إلى الله، ولأنها الانطلاقة التي يعيش الإنسان فيها مع الله، فيشعر أنه يكلم الله من دون وسيط ومن دون أحد، لأن الله لا يحتاج إلى وسيط عندما يريد العبد أن يدعوه. ولذا أمرنا أن نصلي
إليه وأن ندعوه من دون وسائط. ادعوني أستجب لكم وإني قريب، ما في حواجز بيني وبينكم. ولذا الله جعل الصلاة هي العمل الذي ينفتح فيه الإنسان على ربه ويتكلم فيها مع ربه دون حواجز ودون رسمية. وأوصاني بالصلاة والزكاة التي تمثل ما يعيشه الإنسان من مسؤولية النعم التي أنعم الله بها عليه في حياته، ليتعبد الله بالعطاء لخلقه كما تعبد الله بالصلاة لذاته المقدسة. هذه عبادة وتلك عبادة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ليس هناك وقت لا صلاة فيه، فإن الصلاة تشمل كل حياة الإنسان، لا تسقط الصلاة بحال. ليس هناك مجال لأن تأخذ إجازة من الصلاة، قد تغير شكلها، قد تصلي واقفا، قد تصلي جالسا، قد تصلي نائما، قد تصلي بقلبك، ولكن لا بد. والزكاة أيضا، ما دمت تملك العطاء فأعطي، أعطي من علمك وأعطي من مالك وأعطي من قوتك، لأن لكل شيء زكاة. وبرا بوالدتي، أشعر بما لوالدتي من فضل علي من خلال أنها سبب الحياة لي في مظهرها الوجود، ولأنها عاشت كل العطاء بدون مقابل في تربيتي وفي عطاء، ولهذا لا بد أن أقابل عطاءها بالشكر وبالبر. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا متعاظما متكبرا متعاليا على الناس، أنظر إلى الناس من فوق وأحاول أن أفرض سيطرتي وهيمنتي عليهم، شقيا عاصيا لربه ظالما للناس من حوله. والسلام علي، الله أعطاني السلام وأسبغه علي وأغدقه علي، أعطاني الطمأنينة، السلام من خلاله له. والسلام مع الناس، السلام سلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الناس، وتلك هي شخصية الإنسان المؤمن الذي يعيش الانفتاح والطمأنينة على كل شيء منها. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. من هو هذا الإنسان؟ من هو هذا الغلام؟ حتى الآن لم يذكر اسمه. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق، هو قول الحق، يعني هو الذي الله جعله كلمة الحق، الذي فيه يمترون، الذي فيه يشكون، هل هو إله؟ هل هو بشر؟ كيف هو؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد، كيف يقولون إنه ابن الله؟ وما حاجة الله إلى الولد؟ إن العبد يحتاج إلى الولد ليمتد وجوده به إذا مات. لماذا نحب أولادنا؟ لأننا نعتبر أن أولادنا يمثلون امتداد وجودنا، ولكن الله هو الخالد الباقي الغني عن كل شيء، لا يعيش أي حاجة، لأن الحاجة تمثل فقراً والله هو الغني. لماذا يتخذ الله ولداً؟ كلهم خلقه، كلهم صنعه، ما كان لله أن يتخذ له ولد، سبحانه
هو تعالى عن ذلك أعظم من ذلك، له العظمة عن كل هذه النسب التي ينسبونها إليه، لأن ذلك لا يتناسب مع مقام الألوهية الذي لا يحتاج فيه الإله إلى شيء ولا يحس بأية حاجة. سبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون، فليس بحاجة إلى أي شيء، هو يخلق كل شيء، إذا أراد شيئاً خلقه. وأن الله ربي وربكم، تلك كانت كلمته وتلك كانت رسالته، كان يرددها للناس: إن الله ربي وربكم، أنا عبد لله لست إلهاً، لم يتجسد الإله في، وأنتم عبيد لله مهما كانت عظمتكم ومهما كانت منزلتكم ومهما كانت درجتكم، وأن الله ربي وربكم. فإذا كان الله ربكم فعلى المربوب أن يعبد الرب، فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. عبادة الله هي الخط المستقيم، لأن معنى عبادة الله هي الخضوع لله، هي طاعة الله في كل ما يأمر به وما ينهى عنه في أمورك الخاصة وفي أمورك العامة. أن يرى الله يراك الله في كل أمورك، وأنت تتطلع إلى رضاه، وأنت تتطلع إلى أمره لتفعله، وإلى نهيه لتنتهي عنه. هذا هو الطريق المستقيم الذي لا التواء فيه ولا انحراف، والذي يؤدي بكم إلى الجنة، والحمد لله رب العالمين.